أنا أشتغل في بورصة الكويت. نطالب الدراما الخليجية طوال الوقت بأن تقوم بتغيير موضوعاتها وأن تصبح هناك موضوعات جديدة بعيدة عن الطلاق والميراث وغيره، حتى جاء مسلسل الصفقة، مسلسل مختلف يطرح قضية جديدة من نوعها، المرأة الكويتية عندما ضاربت ولأول مرة في البورصة. هذه هي قضية المسلسل. بس انت تدري تعتمدين على نفسك. السعادة مكان وزمان، فمكان هذا العمل جميل، كذلك زمن هذا العمل أجمل بالثمانينات، فلذلك أنا كنت سعيد أني أمثل هذه الحقبة لأن أنا عاصرتها وشفتها بالثمانينات لما كان البورصة كانت موجودة والأسهم والسندات والشركات. الحقبة هي أساساً من الأساس فترة الثمانينات غنية، وبالتحديد بالكويت، بالخليج والتحديد بالكويت، غنية على مستوى الثقافة والرياضة والفن والسياسة وكل الأحداث. وبالدرجة الأولى هي فترتنا، أنا ربيت فترة الثمانينات وكل ذكرياتي الجميلة كانت فترة الثمانينات، فمن الفترات اللي أعشقها وأحبها، وما ترددت أبداً لما جاني الاتصال من نتفليكس لإنتاج هذا العمل. النص نفسه يعني يتكلم عن كيف أن المرأة دخلت سوق الأسهم ونافست الرجال، عرفتي، ونجحت. فإحنا أنت ما تركز على مسلسل كمسلسل، أنت تركز على أبطال لهم شرف الأسبقية في أن الناس الآخرين تبعوهم في شيء كان شبه مستحيل. البنت كانت دائما تدور ولا الفرصة وين تشتغل في مكان يناسبها ويناسب عائلتها وتحس بحريتها الملتزمة الحلوة النظيفة. يعني كوزين، أنا عايشة بعالمين منفصلين، عالم يخصني وعالم يخص أهلي. القضية في المسلسل مختلفة لأنها تقدم المرأة القوية في الثمانينات واللي تصنف إنها المرحلة الأغنى بالنسبة للمرأة الكويتية، والتحضير لهذه الشخصية مسؤولية كبيرة. ولذلك توقفنا مع روان ومنى لنعرف كيف حضروا للشخصيات اللي قدموها لنساء حقيقيات من الثمانينات. إيمان نور، أنا عشان كذي جيتك، مو تقولين إن عندك بزنس؟ عندي. شخصياً كنت وايد أبحث عن فيديوهات، شفت وايد لقاءات، لأن هذا اللي قدرت أشوفه في هذه الحقبة، لقاءات فنانات ولقاءات ناس مهمة، فخذيت منهم طريقة الكلام، الرزانة، القعدة، لهم طريقة مختلفة، يعني تحسين أنه يمكن بالنسبة لنا قديمة، لا هي مو قديمة، بس هم كانوا حريم أول أو حريم الثمانينات بالذات، كانوا قويين وراكدين، عرفتي؟ طبعاً كان هو البروسس البحث والدراسة طويل جداً، خصوصاً لأن الثمانينات والبورصة، كنا لازم ندرس عن البورصة، ندرس عن الأشياء شوية اللهجة. طبعاً في نساء معينات من الفترة هذه كنت أطالعهم في يوتيوب، والحالة الداخلية أوردي يعني ثرية من النص، ملهمة، فجاء طبيعي مع الطاقم والمخرجين والإنتاج اللي بيرفكت معاك on point يعني في كل تفصيلة. صورة التنمية والتقدم.